طبعا المؤتمر كان مهم جدا جدا. كابتن محمود الخطيب النهارده وضح حاجات كتير، اتكلم في اكتر من حاجه. يمكن الجزء الاول ان احنا بنوجه الاول ان الشق المغربي او الجانب المغربي ده مالناش دعوه، يعني احنا بنحترمهم والمشكله مش معاهم. دي حاجه كانت في الاول مهمه جدا، توضيحيه مهمه، ان الجزء كله كان مع الجزئين، الجزء بالنسبه للكاف ان الكاف وضح حاجات، يعني ان الكاف حاجات كتير جدا الكاف كان ظالم فيها النادي الاهلي، ان الملعب بيتحدد قبل المباراه باسبوعين، دي حاجه غريبه جدا ما بتحصلش. بيقدم برضو بعض النصايح المهمه جدا للكاف في البطولات الجايه، وده دور النادي الاهلي ان هو دايما بيبقى هو عميد الانديه، ان انت ازاي بتقدم نصايح للبطولات اللي جايه. كشف حاجات مهمه جدا كابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي النهارده، سواء بالنسبه للكاف زي ما قلت لك، الكاف يعني ظلم النادي الاهلي ان هو قبل اسبوعين بيحدد ملعب المباراه ودي ما بتحصلش خالص. كشف برضو موضوع الجواب اللي تم اخفائه، ودي كانت حاجه كارثيه من اتحاد الكوره، جواب بيوصل في شهر يناير وبعدين بيتبعت لوزاره الشباب والرياضه في يوم 14/4 بيتم اخفائه 3 شهور، ودي كانت حاجه يعني غريبه جدا. وضوء ان اتحاد الكوره ما ساعدش النادي الاهلي خالص، في فساد طبعا، وفي توجهات وفي مصالح، فمشكله. لا مشكله، لكن اقدر اقول لك ان احنا نحاول نغير نفسنا ونتعامل بجديه مع كل الملفات اللي بتطرح علينا كاتحاد مصري وكانديه مصريه، ولازم يبقى لنا صوت وصوت قوي داخل الاتحاد الافريقي، ولازم ندافع عن حقوقنا، ولازم نبقى حريصين ان احنا اللي يبقى لنا تواجد وتمثيل. ما ينفعش يبقى المقر في القاهره وقرارات بتتاخد في المغرب. النهارده شفنا كابتن محمود الخطيب النهارده كشف لجمهور النادي الاهلي ان اداره النادي عمرها ما كانت متخاذله في حق النادي ولا في حق جماهير النادي. كمان برأ ذمه الاتحاد الافريقي، وده كان شيء بالنسبه لنا غريب ان الاتحاد الافريقي، كنا فاهمين ان هي صفقه بين الاتحاد الافريقي وبين الاتحاد المغربي، برأ ذمتها تماما. كمان برأ ذمه وزاره الشباب والرياضه ومصرف الدكتور اشرف صبحي، البعض قال ان الدكتور اشرف صبحي كان شريك او ان الدكتور اشرف صبحي تحمل جزء من المسؤوليه دي. النهارده كابتن محمود الخطيب لخص دور الدكتور اشرف صبحي في كلمتين، قال لك كان وزاره الشباب والرياضه تعاملت معانا بمنتهى القوه ومنتهى، او رد وزير الشباب والرياضه كان قوي وعنيف، ده معناه ان وزاره الشباب والرياضه كانت مدعمه كبير جدا. حسنا فعل محمود الخطيب انه لجأ للدوله اللي بتقدم وبتعمل مشروعات ومدينه رياضيه وملاعب ومنشآت وتستضيف بطولات، وانت لا تعي كاتحاد كره او شبه الاتحاد الكره انك مش عارف ان اللي بيطلب مش مهم يكون عنده نادي، المهم انه يفوز بتنظيم نهائي قاره، فياتي كل اعلام العالم في مؤتمر صحفي. شفت اللي جه، وانت احمد صحفي وعارف كم من الوكالات والجماهير كانت تاتي حتى لو لم يكن الاهلي طرفا في النهائي. الاهلي يبحث عن الدور المصري، ما عدم ده حقه، لكنه ما قالش لماذا لم العب في مصر او لماذا تركت وحيدا. لا، من ترك وحيدا اولا هو مستقبل الصناعه دي في مصر، وثانيا تركوا الاهلي او باعوه زي ما بتتقال وش كده. النهارده في كلام الكابتن الخطيب هو تقديمه مقترحات للاتحاد الافريقي بخصوص تطوير الكره الافريقيه، وتحديدا كمان فيما يخص تنظيم فعاليات زي نهائي دوري ابطال افريقيا. وطبعا كان برضو الكلام على ان في اللبس اللي حصل، او اللي هو الكلام المتناقض ما بين كلام الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره وكلام المهندس هنا بوريدا، ان الاستاذ جمال علام قال للكابتن محمود الخطيب ان هو كل حاجه، يعني فيما معناه يعني ان احنا بعتنا، لكن المهندس هنا بوريدا قال له لا، ده مصر ما طلبتش تنظيم النهائي. فلما رجع للاستاذ جمال علام قال له لا، ده احنا بعتنا بس ما طلبناش.